السلام عليكم ويدي اخويا. السلام. السلام ورحمه الله فاروق. صباح الخير. واش راهو داير في هذا؟ صباح فاروق. الحمد لله. احكي لنا دوكا واش راهو يدير خويا يدير بوكساس. خويا بولو مومون ندير والو، انا مريحين مريحين، ماني ندير والو. خدمه دي فوا كاينه دي فوا ما كانش، دي فوا مريحين ما ندير. من نهار اعتزلت كرة القدم من 2011، ما ملي اعتزلت ما درتش، ما خدمتش حاجة زعما حاجة باينة في ايكيب ولا حاجة زعما برا ندور هكا. الدومين تاع فوتبول ما جاتناش لوكازيون باش نخدمو، ما حوسوش بالك، ما عيطوناش بالك، ما فكروناش بالك. هادي هي خويا هاد الفريق هذا. انا جو بونس حنا ما انا نظن ما لعبناش في هذه بالك في المولوديه ولا في ليكيب ناسيونال. دوكا الجينيراسيون تاعنا حنا شغل منسيه شويه، فاهم، منسيه لي شو اللي فاتوا في المولوديه كيما جينيراسيون تاعنا، منسيين قاعدين غير لي زونسيال فوق اللي كانوا بكري. وعلاش هذا المشكل في مولوديه وهران هكذا؟ خويا هذا المشكل هذا والله ما حتى حد ما عارف هذا المشكل، زعما كنا عارفوه نقوح حل، ما ناش عارفين كيفاش دروك. وحنا ما عطاونا حتى فرصة باش نكونوا معاهم في التدريب ولا في كاش مناجر، ما عطاوناش فرصة زعما باش تمدش عندك تاش هذيك ال 20 عام ولا مش عارف اللي لعبناها في التيرا تمدها لي جون تعاون بها حاجة. لي زيسبور كيما هكا تخرج من هذيك لي زيسبور، تخرج 4 5 تطلعهم للسينيور، ما نشريش جوال انا بهذوك تا وانا ونطلعه نلعب به. دروك المولوديه تاع بكري وتاع دروك شي كيفي دروك راه فيها راهي اسبيا وفيها فيها الناس تاع اللي راه كاين اللي يعرف بالون كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي تخلى كاكسيونير وصاي ماشي طريقه. غطتني بزاف، مشي شويه غادتني. دروك الناس ما عارفينش على قال قاس لنا المايو، انا ما قصتش مايو، كاين حاجه باش قصتها. انا ما بغيتش نهضر، مانيش باغي نهضر، ما معليش خليها باش ما نجرحش الناس وما نخرجش في الناس اللي دروك راهم خرجوا من الفوتبول وخرج، فاهمني. دروك بقينا رانا قوت. المشوار تاعنا احنا الحمد لله طاحت لنا اوكازيون مع سي مزيان ايغيل اللي كان يحب يبغي اللاعب المحليين، عطانا اوكازيون لعبنا الحمد لله، لعبنا كونت ليبيا الي روتور، درنا دي ماتشات بهم ماركيت فيهم، وكانت كنت رايح في الاخر الحمد لله زعما كنا ملاح في كون ما زادوناش زعما عطاونا لوكازيون بزاف. وبكري كي تشوف كنا كي جا ماجر عاود بدلنا العقليه. انا قلتها وعاودتها زعما الراي تاعي عقليتي زعما قلت انا حنا هادو كانوا اللي حرشاش كان كسمو بالباي اكرور هادو كانوا يجوا، حنا كنا نديروا مع ماجر نديروا لي ستاج، دير تدخل السبت تخيل تلعب ليكيب ناسيونال ميليتار والكلوب تاعك وتزيد تروح ليكيب ناسيونال ا، تروح دير ستاج السبت والحد والاثنين. دروك يجو هما الاربعه، يجو بالاربعه وكانوا يجو بالاربعه يلعبوا السبت ديريكت تويلر. دروك حنا ما عطاناش لوكازيون، فهمني، ما عطاناش عام كومبلي وتا هكا تكره. حتى اللي جا مسكين هذاك تاع اونترينر نحيو من هذا الرحي مش عارف، لا جا تاني كان ستيف اونترينر اللي كان قاعد فريق الوطني سيدا سعدان الله يذكره بالخير والله. وكنا رايحين ليبيريا قال لك شكون باغي يجي معانا شكون ما يجي، قلت له انا ما تزيدوش تعيطوا لي كاع هكا، قلت له اسمح لي الشيخ، قلت له زعما ما تزيدوش تعيطوا لي صاي ما نزيدش نجي مانيش باغي نلعب في الوطن كيما هكا، قلت له الله يدك راه بالخير. قال لي على ولدي ومنا، وقال لي مازال عندك زعما مستقبل ومنا. قلت له هادي حنا رانا محقورين، قلت له هادي حنا نديرو ستاج كاع العام ماتش اميكال ما تلعبش ميم با ماتش اميكال سما ما هذاك الماتش تاع السينيغال ولا دخلت لا غير كان مش عارف ما كانش عندهم جوار مش عارف باش دخلت. انا
نتمنى لهم هذه الفرقه تاعي مولود عائلتي الاولى كما قال لك، الثانيه وشباب الوزدات كذلك وشبيبه بجاية تاعي لعبت فيها وجمعيه وهران، نتمنى لهم كاع النجاح، كاع نتمنى لهم النجاح ان شاء الله ونشوفوا بطوله مليحه ثاني. السيتياسيون تاع لامسيو حنا نتمنى لهم توجور النجاح باسكو ليكيب تاعنا هذه تاع وهران كلشي نبغوها وتوجور نتبعوها من البعيد، ما راناش نروح انا ما نروحش للسطاد باش ندخل، ما نجمش ندخل مام كي كان قبل الكورونا هذه ما ندخلش، نتبعوا زعما نشوف الاخبار تاعو هاك وشي، بس انا نظن زعما ان شاء الله تولي المستوى تاعها، باش تولي المستوى تاعها زعما مانيش عارف، ما نظنش تولي ابار لك كان الناس خدامه فري يبغوا خدمه يبغوا ليكيب ويبغوا الخدمه، وكان نشوف جوار تاع دروك تشوف خويا كي دايرين زعما ماشي نعيبوا عليهم ولا تعرف بروك فارو باش نعيبوا عليهم ولا قال هادو ما يعرفوش يلعبوا ولا لا، ما تشوش سان باس دو سويت هاكا ولا ستة سبعة شدوها ما كانش، ما تعرفش وراه ميليو وراه ديفونسور وراه لا نارشي في اللعب اخر الور ليكيب تاعك ما تفكراتكش ليكيب ولا حاجه خدمه تاع في فريق ولا حاجه، وانا ماشي نقول باش يخدموني ولا نشكر شركة التغليف المغاربي أن عطاوني فرصة اللي ما عطاتهاليش إيكيب واحد أخرى ولا، وهي شركة على كل حال، وراني مدرب معاهم في سبوري ترافاي فاروق ما نعرفوه من بكري، كان كنا نلعب كونتر عليه وكان كانت البولة وشيخ تاع بولة فاروق، مرحبا بك في وهران باهية، مرحبا بك عندنا بلا 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 عمل ولا هذا الشيء، وانتوما ثاني خويا ربي يحفظك خويا ومولاقا رحمه كما قال لك. اذا كان هذا الهداف السابق لفريق مولودية وهران وشباب لوزداد قويدر بوكساسة، طبعا لعب في شبيبة بجاية ايضا لعب لعدة فرق، طبعا نتكلم ربما بكل حصر على الوضعية تاع اللاعبين القدامى لفريق مولودية وهران، خليك الكلمة لك فاروق بلقيد لانه انت كنت تلاقيت به ودرت مع هذا الحوار، حسينا انه كان غيظته شوية من معاملة تاع الفريق تاعو فريق مولودية وهران اللي قال همشوا كل اللاعبين تاع لاجينيراسيون تاعو اللي فيها بزاف ثانية ما نساوش. محمد المشكل حنا في الكلوب ديالنا دوخ هادو ما هو وليد لامسيو هو مع شريف الوزاني كان في كان وقلات يوفنتي كانوا ان ستاف تاع تروا زونسيان جوار، اون فوا تبدلت جات اداره جديده نحاو هادو لي زونسيان جوار، هذا بريزيدون جاب دوطر زونسيان جوار ولا معليش لي علاش هذه الكراهيه حنا ما فهمناش، كان جا ان بريزيدون لقى هادو لي زونسيان يخدموا كذا خليهم عطي لهم فرصه ديالهم، حنا المشكل كاين بزاف كل واحد يجيب ديالو نو، هذا وليد لامسيو عطي له عامين ثلاث سنين مينيموم في لي جون باش تشوف هذايا راهو يخرج لك دي جوار راهو يمد حاجه مليحه للفريق.